بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيها المشاهدون، أتمنى أن تكون جميعكم بخير. سيداتي وسادتي، جعل لها على كل مسلم ومسلمة صلاة خمس مرات في اليوم. ولكل صلاة وقت معين، ويفضل أداء الصلاة في هذا الوقت. لذا في هذا الفيديو سأخبركم بمواقيت هذه الصلوات الخمس. اذا كان هذا الفيديو يسهل عليك الامر فاعجبك واشترك في القناه حتى تتمكن من معرفه مواقيت الصلاه في المستقبل لذلك دعونا نخبرك الاوقات